دكتور مصطفى، وعايز اعرف ايه هو تقويم الاسنان الجراحي، بس كمان يكون بشكل مبسط. طيب، هو تعريف التقويم الجراحي بطريقة مبسطة للناس هو ان احنا بنرجع وضع الفكين للوضع الصحيح لعلاقتهم بينهم وبين بعض وبين عظم الجمجمة، وده بيتم عن طريق جراحي الوجه والفكين. اما تقويم الاسنان فبيتم عن طريق طبيب تقويم الاسنان المختص، لكن في بعض الحالات بيكون طبيب الاسنان تقويم الاسنان عاجز ان هو يدينا يوصل بينا للشكل المطلوب، وهنا بيظهر اهميه نتيجه العمل الجماعي وان هو يكون في عده تخصصات في العياده. صحيح. فمن هنا بعض الحالات بيتدخل الاول، بنحتاج تدخل جراح الوجه والفكين ان هو بيظبط علاقه الفكين مع بعض، وبعد كده بيدخل طبيب تقويم الاسنان ان هو يظبط علاقه الاسنان ما بينها وبين بعض. علشان الكل يكمل بعضه ويكون في الاخر المريض او بالزبط. صاحب المشكله نوصل للشكل المطلوب صحيح. في النهايه. تمام.